قالت مصادر محلية في مدينة نشما أن أكثر من 30 عائلة غادرت المدينة عصر الجمعة بعد سيطرة ميليشيات الإخوان المسلمين على سوق نشما ومرتفعات كانت تتموضع فيها قوات اللواء 35 مدرع. وبحسب المصادر فإن الأسر التي نزحت من النشمة توجهت نحو مدينة التربة التي تشهد هي الأخرى هجمات متواصلة لميليشيات الإخوان المسلمين التي تمولها قطر للسيطرة على الحجرية. إلى ذلك هاجمت ميليشيات الإخوان جبهة اللواء 35 مدرع في الأقروض بمديرية المصراخ جنوب تعز، أحد خطوط المواجهة مع ميليشيات الحوثي. وقالت المصادر بأن 4 أطقم لميليشيات الحشد التابعة للإخوان يقودها المدعو محمد العيد هاجمت جبهة اللواء في المنطقة، وتمكنت فيها قوات اللواء من ردع ميليشيات الإخوان وإجبارها على الانسحاب. وأضافت المصادر أن هجوم ميليشيات الإخوان تزامن مع تحشيد عسكري لميليشيات الحوثي الإنقلابية في جبهتي الأقروض والشقب خلال اليومين الماضيين. قتل القيادي في ميليشيات الحوثي محمد أمير الحوثي المقرب من زعيم الإنقلاب عبد الملك الحوثي مع عشرات من مرافقيه في مواجهة مع الجيش الوطني اليمني بمنطقة الضيق بجبهة السرواح غرب محافظة مأرب. وذكرت مصادر محلية في محور مأرب أن القوات المشتركة قتلت العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي في المعارك العنيفة الدائرة في محيط محافظة مأرب خلال 48 ساعة، بينهم 3 قادة ميدانيين هم أديب يحيى محمد عيضة، مرعي المكنى أبو رعد السحاري، والعقيد عبد الحميد نصر الشهاري، وقائد كتيبة التدخل السريع شايف الورد. إلى ذلك أفشلت القوات المشتركة تحركات مسلحة لميليشيات الحوثي الموالية لإيران شمال وشرق مدينة حيس، وتمكن أبطال القوات المشتركة من رصد مجاميع مسلحة تابعة للحوثيين، وتم التعامل مع تلك التحركات بنجاح موجهة ضربات قاسمة للميليشيات. قال مصدر محلي أن المواطن عبد الواحد الصوفي البالغ من العمر 45 عاما أقدم على الانتحار بشنق نفسه بسائلة عنا بمديرية العدين. وأشار المصدر إلى أن الصوفي موظف بمكتب وزارة الصحة والسكان، وهو أب لبنتين أكبرهن تدرس في صف الثاني. توفي 8 مواطنين وأصيبت فتاة في حادث مروري مروع في الطريق الرابط بين محافظتي تعز وعدن بمديرية دمنة خدير. وقالت مصادر محلية أن الحادثة وقعت في رون الراهدة إثر اصطدام سيارة من نوع هيلوكس قادمة من محافظة عدن بسيارة نوع هيلوكس أخرى متجهة إلى الضالع.